عن الكلام ده. يعني انا طمع ده كله جاي من الشركة. يعني ما عدا الخمسة
راجع إليها أو متفرع عنها أو منبني عليها، لكنها هي لا تنحصر في هذه الخمسة. وقالوا إنه نفي الضاد يعني كل ما ننفيه هي تنزيهات، كل ما ننزه الله تعالى عنه فهو يرجع إلى الضاد الخمسة، يعني أي أمر من جوهر وجسم وتركيب وتبعيد وتعدد وإلى كل الأمور التي ننفيها أو نسلبها راجع إلى الخمسة أو متفرع عن الإيه الخمسة أو وجه حصرها في إيه خمسة. يعني بعضهم قال تعريفها كلي وجزئيات هذا الكل لا تنحصر في هذه الخمسة، بل الخمسة دي مهماتها أو إيه أو أمهاتها، مهماتها يعني أهمها، أمهاتها يعني يعني هي الأسس وما عداها من بني عندي الأصول يعني. وبعد كده الأصول فيها في ضدها، يعني لما نثبت الخمسة التنزيه معناها نفي إيه نفي الضد، فنفي الضد ده راجع إليها كل شيء، إنما إثبات الخمسة يعني معناها عدم الانحصار ليس في الخمسة ولكن في ضد الخمسة، في نفي إيه الضد. وقال البعض إنها محصورة، محصورة يعني ما نزيدش على الخمسة، لأن ما عداها مندرج فيها أي كليات هذه أصول، يبقى إذن خمسة محصورة بمعنى أصول التنزيهات. الله. نعم. إنما إذا كان هنعدد إذا مش محصورة. نعم. الفروع كثيرة جدا. نعم. إنما لو حصرنا بمعنى أن هي الإيه هي الأصول يعني كلياتها يعني أصولها. ليه قال؟ لأن كونه تعالى مخالفا للحوادث يندرج تحتها من صفات السلوك، يعني كونه مخالف للحوادث مش تحت هذه الصفات السلبية. نعم. كونه تعالى لا ولد له ولا والد ولا زوجة ولا عرض ولا جوهر ولا يوصف بالفوقية ولا بالتحتية ولا باليمين ولا بالشمال ولا الأمام إلى آخره، كل دراجة ليه بصفة واحدة من الخمسة اللي هي مخالفة للحوادث، يعني شوفنا يعني ممكن تكثر ولكن يندرج تحت ايه كلية واحدة من الايه كلية. هذا مثال، ولذلك اقتصروا على الخمس بأنها تستلزم ما عداها على الحصر، يعني هي مستلزمة لنفي ايه ما عداها. واختلفوا هل القدم صفة سلبية، احنا شرحنا هنشرح نتكلم في القدم هنكمل او نواصل شرحنا لصفة الايه القدم، هل هو من الخمسة اللي هي السلبية ولا هو من النفسية؟ عندنا من السلبية طبعا. لا احنا عندنا القدم ده صفة عند الجمهور، يعني عند الجمهور عندنا وعند غيره. قول الجمهور من متحقق المتأخرين الاشاعرة والماتريدية وغيرهم هو صفة ايه سلبية. واختار المعتزلة ان القدم صفة نفسية مرجعها الى الوجود المستمر، ما هي معنى القدم؟ هو الوجود المستمر ازلا الغير مسبوق بعدم او غير ملحوق بعدم، حتى جعلوا الايه البقاء صفة نفسية. لانه القدم معناه ايه الوجود المستمر ازلا وابدا، بل خدناها الاستمرارية في الأزلية بدل وجود اللي هو الايه لا الأزل لو دخلناها في الأبد بدل بقاء، لكن هو الوجود نفسه هو مستمر أزلا وأبدا، يعني لا افتتاح له ولا يلحق ايه بعدم، يعني لا انتهاء له. بناء على هذا القدم ده ايه صفة ايه نفسية. يبدا يعني ده كل ابن ادم ليه شيطان التليفون ده مين ما في شيطانين يبقى قلنا كده اختلفوا في القدم هل هو سلبية ولا نفسية. قول الجمهور المحققين هو سلبية، المعتزلة قالوا نفسية، كلام المعتزلة كلام وجيه جميلة، قالوا انه الوجود المستمر ازلا اللي انتوا بتسموه القدم استمرار الوجود بتاع الله مش هو صفة نفسية، ومعناه ايه الوجود بتاعه لا استتاح لوجوده. نعم. الجزء مستلزم لمعنى ايه القدم،
فالقدم معناه ايه؟ لأن القديم لا يكون إلا واحدا لا يتعدد، فمعناه الوجود المستمر أزلا الغير مسبوق بعدم، الوجود الأزلي اللي احنا سميناه صفة الوجود. طيب القدم ايه اللي أضفتوه؟ ما هو نفس المعنى اللي هو نفسه صفة ايه؟ نفسه. طيب لما ننظر الى البقاء اللي هو مفيش آخرية اللي هو استمرار الوجود في الأبد اللي احنا نسميه البقاء، هم يقول لك هو نفس الوجود، يعني عندهم الوجود مستلزم للقدم ومستلزم للبقاء. تمام كده؟ يبقى عندهم ثلاثة دول كأنهم صفة واحدة نفسية، الوجود والقدم والبقاء، لأنه ما أفدنا شيء جديد، لأنه من أحكام الوجود الواجب أنه لا يلحق بعدم ولا يسبق بعدم ولا يقبل الايه؟ الفناء. طب لماذا بدأنا بالقدم أو قدمناه على غيره؟ يعني احنا ما بدأناش الصفات السلبية بالوحدانية مثلا، او لم نبدأ بالمخالفة للحوادث، كلها مهمة او كلها امهات، انما بدأنا بيه وفي كل الكتب كده حدش بدأ، كله يبدأ بيه بالقدم بعد الصفة النفسية اللي هي الوجود. الافتناء غيره عليه، يعني غيره مبني عليه لكن هو مش مبني على غيره، يعني كأنه هو اصل الخمسة. هي وجه الجمهور انه افرد البقاء عن، هنقول الكلام ده هنعدد لك المذاهب عشان تعرف الجمهور مذهبهم ايه والمعتزله مذهبهم ايه، بعدين هنتكلم ليه هم افردوا. سؤال جميل بس ما بتسموه، وان صدرتم لهو ايه؟ طيب لماذا بدا بالقدم او قدمه على غيره؟ واحد سؤال ولا مختلف؟ لو قلنا لماذا قدم القدم على غيره او لماذا بدأ بالقدم، هو الجواب لابتناء غيره عليه. ليه؟ لان غيره مبني عليه، هو مش مبني على غيره، لان القديم قائم بنفسه، فقيامه بنفسه مبني على انه سبحانه قديم، ومخالفته للحوادث على اساس انه قديم، مش كونه قديم مبني على انه مخالف، كونه مخالف مبني على انه صح. ويبنى على قدمه ايضا الوحدانية، لانه كونه واحد شرط ان يكون قديما، لانه قديما من احكامه الا ايه؟ الا يتعدد. يبقى الكل الخمسة مبنية على ايه؟ على القدم. واضح كده؟ طب وضع البقاء، يبقى احنا رتبنا على القدم القيام بالنفس، واضح؟ ورتبنا على القدم المخالفة والوحدانية، ورتبنا الوحدانية، ايه اللي باقي؟ البقاء. والبقاء هو معناه استمرارية الوجود، والوجود معناه ايه؟ الوجود قديم ولا مش قديم؟ قديم. والقديم من احكامه ان لا يسبق او لا ينعدم، طالما لا ينعدم يبقى معناها باقي. معتمد على البقاء على القدم، معتمد كله معتمد على القدم، ما فيش ولا واحد منه الا معتمد على القدم. فعشان كده يجب تقديم القدم. الله. يبقى اذا القديم قائم قيامه بنفسه مبني على قدم، ومخالفته للحوادث مبنية على الايه؟ القدم. والوحدانية مبنية، والبقاء مبني على الايه؟ القدم. طب الوحدانية مبنية ليه على القدم؟ لامتناع تعدد القدماء. القديم في الذات ممنوع تعدده، انما المباح او جائز تعدده او لا يضر اللي هو الصفات. تعدد الصفات قديما لا، ما يعني غير منفي. المنفي هو تعدد الذات. واضح كده؟ الصفات هي متعددة، القدرة والعلم مش دي كلها قديمة؟ الصفات المتعدد تعدد الصفات، يعني المعتزلة نفوا تعدد الصفات، نفوا الصفات المعاني. ليه؟ قالوا انه تعالى ايه قادر بذاته، سميع بذاته. ليه؟ عشان قالوا القديم لا يتعدد. تمام. من احكام الواجب انه لا يقبل التعدد، فلو قلنا بتعدد الصفات وهي قديمة لاستلزم ذلك تعدد القدماء. نقول لهم الذي يضر التوحيد او ينافي التوحيد هو تعدد الذوات وليس تعدد الصفات، لان الموصوف واحد والصفات لا تقوم بنفسها انما تقوم بذلك. والنصارى انما اشركوا، شبهة المعتزلة، قالوا النصارى اشركوا عشان اثبتوا ايه؟ ثلاث قدماء. طب ما اللي يثبت
سبعة وثمانية ايه اشد شركا. يقول لهم لا النصارى ما اثبتوا صفات انما اثبتوا ذوات ثلاثة. يعني ما في صفة زائدة على الذات وانما علمه هو ذاته. يعني انت مثلا انسان علمك شيء زائد على كونك اسمه ايه احمد ذات والعلم ده زيادة يعني مفهوم مغاير ليه للذات. يعني في حاجتين استثمار علم واحمد. اذا العلم شيء غيرك انت مش كده واضح كده. نعم المعتزله يقول لا ده هذا بالنسبه للناس للمخلوقات العلم شيء انما بالنسبه للخالق علمه هو ذات. الرد عليهم بسيط لو كان كلامكم صحيحا لو كان العلم هو الذات والقدرة هو لكانت الصفات واحدة ولكنها مختلفة لكان العلم هو القدرة والقدرة هي السمع والسمع هو لأنه كله هو الذات. لا لا يكفر ولكن مبتدع أو خالف أهل السنة لكن تكفير لا لأنه ما نفوا كونه تعالى عالما يعني ما أثبت الجد وهو الجاهل وإلا كده يكفر على طول قولا واحدا ما نفوا عن الله العلم بمعنى إثبات الضد كده يكفر على طول إنما بمعنى زيادة الصفات على الذات لكن نعم. أثبت كونه عالما نعم مفهوم نعم. وانت عاوز تكفر وخلاص عاوزين نكفر نشتغل بكفراتية الكلام على القدم ده مولانا هو الذي جعل المعتزلة يقولوا ان اخص وصف المعتزلة هو كده ايوه تمام فعشان كده قال لي فيه الا ان هم جعلوا الصفات اصل الذات ما قلنا لك عشان ما بقول عشان ايه عشان ما نتعدد عشان يمنع تعدد القديم نعم لكن احنا نقول لا المش ما يضرش تعدد لا يضر التعدد في الصفات نعم وان ليه لانها ليست قائمه بنفسها نعم تمام ذات واحده يبقى خرج بهذين القيدين قلنا كده لماذا رغمت بهذين القيدين أعدامنا والصفات العالية جميل هنا وأيضا يقول لك شوف خد بالك هنا المعتزلة أثبتوا إيه نفوا إيه صفات المعاني حتى لا يلزم من ذلك تعدد القدماء الممتنع أو الكفر هو أو الشرك تعدد القدماء الوجودية المتغايرة يعني يكون قدماء ووجودية ومتغايرة لأن القديم قلنا معنى إيه ها؟ ما لا أول له وجودا وجودا ولا عدما ما لا أول له وجودا ولا عدما القديم معناه الموجود الموجود الذي لا أول له نعم خلاص كده لا أول له وجودا أما الأزلي ما لا أول له وجودا ما لا أول له وجودا أو إيه أو عدما أو عدما نعم يبقى معناها كده المنفي هو تعدد قد يعني قديمين فأكثر أو تعدد قدماء بس إيه وجودية نعم ومتغايرة يعني في تغاير بينها واضح كده نعم. لما نيجي كده بهذين القيدين اللي هو قديم وجودي وإيه ومتغاير ولذلك لم يقولوا أهل السنة بمغايرة الصفات للذات نعم إقبالا نعم ولكن قالوا الصفات لا هي الذات كما قال المعتزلة ولا هي غير الذات فاحنا منعنا القدماء المتعدين بشرط يكونوا متغايرين ومعنى التغاير ان يتصور انفكاك الغيرين يعني كل واحد كده يبقى منفصل عن الثاني انما الصفات لا تقوم بنفسها والذات لا تتجرد عن الصفات يبقى فين التغاير ولذلك في عبارة كانوا يفهموها صعب يقول لك الصفات لا هي الذات ولا هي غيرها نعم هي معنى لا هي يعني مفهومها مفهوم زائد على ايه على الذات وهي معنى لا غيرها بمعنى انه لا يتصور وجودها وحدها بدون الذات ولا وجود الذات اهو ده كلمة غير في اللغة بمعنى كل غيرين لابد ان يتمايزا يعني ينفك التغاير الايه الممنوع اما التغاير في المفهوم ده مش ممنوع لا يبقى خرج بهذين القيدين قلنا تعدد قدماء وجودية انما المعدوم تعدد ان شاء الله حتى ملوم قديم ما هو ما فيش حاجه
يعني أنت في الأزل عظم وأنا عظم، أعدام نريد متعددة ولكنها ليست وجودية، ففي الأزل كانت إيه عدما، أعدام نديه أزلية لأنها انقطعت بوجودنا، وجودنا إيه حادث، يبقى إحنا ننفي إيه قديم وجودي إنما غير وجودي اللي هو الأزل. قلنا الأزل يشمل الاثنين، ما لا أول له وجودا كان أو عدما. أعدامنا في الأزل دي كانت وجودية ولا عدمية؟ أمه أعدامنا ومع ذلك متعددة، فما فيش بيضرش تعدد المعدوم لأنه معدوم ومعدوم ومعدوم عد مئة معدوم ما فيه حاجة، ما كله معدوم فلا انفصال ولا تغير، يعني فيش حاجة حتى العدد نفسه معدوم، حتى ما فيش عدد، احنا بنسميها كده خيال. نعم. والصفات العالية ليه بس إذا خرج بهذين القيدين أعدامنا والصفات العالية، صفات الله لأنها ليست متغايرة. نعم. ليست مغايرة للذات، لكن كل صفة غير الثانية. هل تعريف العلم أو متعلق العلم هو متعلق القدرة؟ هل خلاص واضح؟ نعم. وأيضا فإن القدم إذا كان المراد به ما يساوي، يعني في فرق بين تعريف القديم وبين تعريف الواجب، ده تعريفه غير ده، لكن يصدقان المفهوم متغير والما صدق واحد. واحد يبقى هو المراء يعني القدم يساوي الوجوب الوجوب يساوي، يبقى المفهوم ده تعريف ده غير ده، لكن يصدقان على ايه شيء واحد، على ذات واحدة. يبقى في بينهما ايه تساوي، في حاجة في النسب اسمها ايه التساوي. ايه هو التساوي؟ يعني اختلاف في المفهوم واتحاد في ما صدر. زي مثلا ضاحك مفهوم ايه؟ مفهوم ضاحك غير مفهوم متعجب، مش كده؟ الضاحك غير التعجب. او ضاحك وكاتب لكنهم يصدقان على مين؟ على الانسان. فالضاحك هو الانسان والمتعجب هو الانسان. فعشان كده قلنا في تغاير بين كلمة واجب وبين كلمة قديم، ولكن يصدقان على ايه على ذات واحد. وحنأتي لمهمته. فان القدم اذا كان المراد به ما يساوي وجوب الوجود، كان القدم بهذا المعنى مستلزما للبقاء والمخالفة للحوادث والاحتياج للغير والوحدانية. يعني معنى كده لو فسرنا القدم بمعنى ما يساوي الوجوب الوجود لما احتجنا الى ايه تفصيل الخمسة، لانه يلزم لكونه واجب ان يكون قديما. تمام. في الواجب لا بد ان يكون قديما، وان لا يتعدد واستلزم الوحدانية، وان لا يفنى استلزم البقاء، وان يكون قائما بنفسه، وان يكون مخالفا. يعني معناها كلمة واجب الوجود استلزمت الخمسة دول، فهي الاحتياج لنقول وحدانية بعد كده. مش اثبتنا القدم؟ وقبل ما نثبت القدم نفسه مش تكلمنا عن واجب الوجود؟ يبقى ما في داعي نقول الخمسة ان واجب الوجود هو كده. فليه نقول بعد كده واحد، ونقول قائم بنفسه، ونقول مخالف للحوادث، ونتكلم عن البقاء؟ خلاص كده فهمنا الان دلوقتي. هات كده كلام مولانا كده في صفحة كامة. يبقى كده مولانا لازم نغير بين الوجود. ما لا هنتكلم ده هم ندخلك الايه المعلومات الاولية. بخمسة سلبية عرفناها، قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم تليها خمسة سلبية نسبة الى السلب، يعني ايه النفس، واذ مدلول كل واحد منها سلب امر لا يليق به سبحانه، وهي الصفات السلبية القدم بالذات. خلاص كده القدم بالذات، لانه ليه قال القدم بالذات؟ انه القدم ممكن يكون ايه زماني او ممكن يكون اضافي. فالقدم له ايه انواع، اما ان يكون بالذات او بالاضافة او بالزمان او بالزمان او بالاضافة. فالمعنى الذي يليق اطلاقه الله تعالى القدم بذاته، لأن القدم الزماني لا يجري عليه سبحانه وتعالى الزمان، وجوده تعالى ليس زمانيا ولا للزمان نسبة إلى وجوده البتة. ليه؟ لأن الوجود الزماني قلنا من صفات المحدث،
واذا انعدمت المحدثات يعني انعدم الحادث انعدم الزمن. نعم. اذا انعدمت لانه الزمن معناه ايه؟ مقارنة متجدد لمتجدد يعني حادث لحادث. نعم. طالما ما فيش حوادث ما فيش زمن يبقى ما فيش مقارنة يبقى ما فيش زمن. نعم. كمقارنة السفر لطلوع الشمس فالزمان على هذا نسبة بينهم، لما تقارن السفر بطلوع الشمس او طلوع الشمس بالسفر يبقى ما ترتب على ذلك يبقى ثبوت الزمن نسبة بينهما وفرع عن وجود حادثين مقترني الوجود، يعني يقترن حادث بحادث، لولا اقتران حادث بحادث او انعدام حادث ووجود حادث غيره لولا هذا لانعدم الزمن. انعدام الفرع بانعدام اصله، والتجدد في الزمان، الزمن بيتجدد ليه؟ لانه تبدل العدم بالوجود على سبيل التكرار، يعني هذا الشيء موجود تمام كده فعدم ثم وجد شيء فنقارن الجديد ده بما عدم قبله، المقارنة بينهما هي في حقيقتها هي الزمن، هو امر اعتباري، مقارنة حادث به بحادث آخر حيث يحل وجود لاحق عند انعدام وجود سابق. وحقيقة الوقت والزمن لا وجود لها قبل وجود العالم، أما القول بأن الموجود لا يعقل إلا في وقت، بعض الناس كده الفلاسفة قالوا الوجود ده أو الموجود لا يعقل إنه في موجود بدون زمن بدون وقت، نقول لهم هذا قول باطل او نصرفه الى وجود مسبوق بعدم. فاذا كلامهم ممكن يكون صحيح اذا انصرف على الوجود الحادث. نعم. فلا يعقل وجود حادث الا في زمن. نعم. صحيح. نعم. انما لو اطلق اي موجود بما فيه الوجود القديم فهذا كلام باطل. اذا الزمن جرى على من؟ على أول مخلوق أو على أول حادث، لأن أول مخلوق لم يستمر في الوجود بل انعدم ووجد مخلوق غيره، فإذا قارنا ما سبق بما كان لاحقا إذا المقارنة بينهما كانت هي الزمن. زي ما نقول مثلا هذا الرجل تولى الملك مثلا بعد هارون الرشيد مثلا، لو كان هارون الرشيد ده ما ماتش وما تغيرش وما كانش فيه ملوك قبله، كيف هنقول بعد وقبل؟ منفعش. لازم هارون ده يبقى ليه بداية، ولولا اللي قبله انعدم ما كانش جاء ملكه، طب واللي بعده لو ما انعدمش هو مش هي اللي بعده، أو ده حقيقة في الزمن. فلو كان الموجود ثابتا لا يتغير ولم يسبق بعدم ولا يلحق عدم كيف تجري زمنا؟ واضح كده؟ نعم. هذه مسألة عقلية أظن معوضش يعني. نعم. في الزمن بالنسبة لله لأنه لم يسبق العدم. تمام كده. لأن الوجود القديم لا يجري عليه زمن ولا ينسب إلى الزمن البتة. نعم. الزمن ده من شأن مين؟ المحدثات. الحادث. نعم. ولذلك الله تعالى مش داخل في القضية دي خلاص. نعم. وحقيقة الوقت اللي قال كده لا وجود لها قبله حقيقة الوقت لا وجود لها قبل وجود العالم. نعم. والقول بأن إذا معناها الزمن مخلوق خلق. نعم. حتى وإن كان خلق اعتبار مش خلق وجودي لأنه هو مش جوهر مرة، لأنه لو قلنا خلق وجودي حيبقى للزمن زمن وجود فيه. نعم. هيروح للتسلسل هيروح للدور. نعم. اعتباري يعني وجود له في الخارج ملوش وجود في الخارج، هذا مذهب المتكلمين، قالوا الزمن ملوش وجود في الخارج مسألة اعتبارية يعني زي إثبات الحال. نعم. يعني هو مش جوهر عندنا، لو كان موجود والله موجود في زمن ولا موجود مش في زمن، لو كان في زمن يبقى هيتسلسل ولو كان في غير زمن هيبقى قديم. نعم. طلعنا من المسألة. نعم. والقول بأن الموجود لا يعقل إلا في وقت هذا باطل إلا إذا صرفناه إلى الوجود المسبوق بعدم. وخذ بالك لما نقول قديم بالنسبة لله تعالى أن القديم في اللغة يطلق على معنيين أو ثلاث أكثر أو في أربعة، فبعضهم قالوا إنه
القدم في الزمان ده له توالي الأزمنة على إيه وجود شيء، بناء قديم بيت قديم الأزهر قديم إلى آخره، بناء أثري قديم يعني، بمعنى توالت عليه الإيه الأزمنة. ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقديم قالوا اللي هو حال عليه حول، يعني لو واحد يملك موالي فيهم يعني لسه مشتريهم من شهر، في واحد دي سنتين. وقال اعتقت منهم كل عبد قديم، فقال كل اللي يمر عليه سنة يبقى اعتق، لانه كده حتى عادك اخذوها من القرآن كده حتى عادك العرجون القديم، منازل القمر اللي هو الايه اللي هو الحول اللي هو السنة، تمام كده. ده اذا هذا المعنى لا يجوز اطلاقه على الله، ولذلك يقول القدم في حق الله تعالى يغاير معناه في حق المخلوق، ولا يقع الاشتباه بالاشتراك في الوصف المشترك، يعني يسموها من الالفاظ اللي في اللغة مشترك، يعني ان اطلق على ايه على اثنين نصرف كل معنى يليق بالايه بمن اطلقناه في حقه، يعني ان قلنا على الحادث او ما له صفة او ما سبق وجوده بعدم لو وصفناه بالقدم يبقى ايه نطلق المعنى الذي يناسبه هو القدم الزماني، فيجوز وصف المخلوقات او بعضها بانها قديمة على انها ايه قدمها زماني. اما اذا اطلقناه على الله يبقى نأخذ ما يناسبه وهو مشترك لفظي، لكن المعنى ايه هنا يختلف اذا اطلقناه على مخلوق، بناء قديم بيت قديم عرجون قديم، لكن لا اذا هو لفظ مشترك اذا لا يعني يجعلنا يعني الاشتراك ده نقع في في تشبيه او كذا، بناخذ على كل ما يناسبه او ما يليق به، فالذي يليق بالحادث ايه ان يكون وجوده زمانيا، اما القديم فوجوده ليس ايه ليس زمانيا. عالم وعالم مولانا اي صفه زي مثلا ان الله وملائكته يصلون على النبي، ما هو لفظ واحد مشترك لكن معناه بالنسبه للملائكه غير معناه بالنسبه لله، وهنا يصلون اشترك فيه في اللفظ الله تعالى والملائكه، لكن المعنى ايه مختلف. طيب يبقى معنى القدم معناه دوام الذات من الازل الى الابد، وده اول صفه من الصفات السلبيه، خلاص بخلاف المعتزله جعلوا القدم صفه نفسيه، خلاص وجعلوا البقاء ايضا صفه نفسيه، لانه قالوا القدم ده معناه الوجود المستمر ازلا وابدا، اذا رجع القدم عندهم الى الوجود هو صفه نفسيه، خلاص. وكذلك البقاء، لأن البقاء معناه ايه استمرار نفس الوجود ده، مش حاجه ثانيه من زياده يعني، خلاص. لكن الجمهور على انه صفه ايه سلبيه، ولذلك نعم القدم دوام الذات دوام الذات من الازل الى الابد، كلمه دوام الذات دي يعني معناها هيدخل فيها معنى البقاء، خلاص كده هيدخل فيها معنى ايه البقاء. ولذلك قال الإمام الرازي القدم وجود فيما مضى والبقاء وجود فيما يستقبل، ولكن الوجود هو الوجود، ومن أحكام الواجب أنه إيه لا يسبق بعدم، تمام كده، ولا يتصور أن يكون معدوما يعني معناه ما يقبلش فناء، ولا يتعدد. يبقى كلمة واجب زي ما سألناكم هل هي مساوية لكلمة قديم ولا ايه النسبة بينهما، يعني كل واجب قديم ولا كل قديم واجب، لسه هنتكلم فيها. فلو اردنا بالقدم ما يساوي وجوب الوجود بينهما تساوي، زي ضاحك وزي متعجب وضاحك المفهوم متغير ولكن ما صدق الذات يصدق على واحدة، يبقى بينهما نسبة تسمى ايه التساوي، يعني هذا اللفظ يساوي هذا اللفظ انهما يطلقان، يبقى يستلزم كونه واجب الوجود ان يكون قديما وان لا يتعدد، ان يكون قائما بنفسه وان يكون مخالفا، يعني يستلزم الصفات دي كلها. وبدأوا قلنا بالقدم لان ما عداه من بني عليه، كونه مخالف للحوادث من بني على كونه قديم، وكونه قائم بنفسه على كونه قديم، وكونه واحد ايضا من بني على كونه قديم، يعني كل ما عداه مبنية على ايه على القدم.
يبقى القدم بالنسبة لله تعالى معناه ايه؟ سلب ايه؟ سلب الأولية. نعم. او سلب العدم السابق او عدم افتتاح الوجود. وبالنسبة لغيره تعالى يطلق على معاني اخرى اللي هو القدم الزماني، ومعناه ايه؟ توالي الأزمنة على وجود الشيء، وهذا المعنى محال في حقه تعالى. والقدم الإضافي اللي هو زي قدم الأبوة بإضافتها إلى الايه؟ إلى البنوة. ولا يطلق القدم عليه تعالى إلا بالمعنى الذاتي، والدليل العقلي عارفينه، لو لم يكن قديما لكان ايه؟ ولو كان حادثا لاحتاجه، فإن كان هذا المحدث قديما ثبت المطلوب خلاص، وإن كان حادثا دار أو إيه أو تسلسل خلاص كده. ولذلك هنا في بعض التنبيهات اللي قلناها الصفات السلبية تام خمسة خلاص كده، ليقتصروا على كونها خمسة لأنها مهمة، هي المهمات أو الأهمات السلب يعني التنزيهات اللي هي عن الله تعالى لا تنحصر في هذه الخمسة كثيرة جدا، ولكنها تستلزم ما عداها لأن هي المهمات يعني أو هي الأمهات يعني هي الأصول يعني الكليات. نعم. وما عداها مندرج تحتها، فنفي ما عداها أو نفي الضد يبقى معناها نفينا جميع السلوك أو جميع النقاط، بس مش على التفصيل الفرعيات، على الكليات، فهي أمور كلية وتحتها جزئيات كثيرة لا تنحصر. يبقى المخالفة للحوادث دي تحت حاجات كثيرة جدا، تحت نفي الولد ونفي الوالد ونفي الجوهر ونفي الجسمية ونفي التركيب ونفي الجهة، تحتها مليون جزئية. يبقى جعلناهم تحت كلية ايه؟ واحدة. والقيام بالنفس تحت جزئيات كثيرة. نعم. والوحدة الى اخره. نعم. يبقى اذا نقول كده الاقتصار على خمسة على وجه الحق ولا مش على وجه الحق؟ اختلفوا فيها، منهم من قال على وجه الحصر ومنهم لا ليس على وجه الحصر، ولكن ده أمهات أو مهمات وليست محصورة السلبية في خمسة لأن التنزيهات كثيرة خلاص كده. أما اختصروا بعض قال لا ده على وجه الحصر لأن الكليات لا تكون إلا خمسة الأصول، يعني من نجد دخل بفروع لما بنعدش جزئيات بنعد أصول. وإذا قال المخالف الحوالي ولم يقولوا نفي الجهة ولا فجأة عد الأصول. نعم. لأنهم لو أرادوا عد الجزئيات اللي تحت الكليات مش هيستطيعوا. نعم. مش كافة الكتب وحاجة تفيد منها مش حاسس أنا مولانا أبو الخلاف لفظي. نعم. في ترتب في أثر متلاطب. لا ما قلنا الذين قالوا أنها منحصرة على أنها كليات. نعم. والذين قالوا أنها لا تنحصر على أنها جزئيات، واضح؟ ودل لهم اعتبار ودل لهم ما أنا أقول لك، هل لما قالوا هل هي محصورة قالوا غير محصورة لأنه إنما هي دي المهمات أو هي الأمهات، ده الوجه الأول. والذين قالوا محصورة بمعنى أنها الأمهات أو الكليات وغيرها لازم الله، يعني هي تستلزم ما عداها من صفات السلوك التي وردت بها الأحاديث والآيات، يعني مثلا ورد في آية الكرسي لا تأخذه سنة فين فين في الصفات السلبية نفي منهم، ها احنا نفينا مثلا المخالفة للحوادث راجع للمخالفة للحوادث. نعم. مثلا البقاء تمام لا تأخذه سنة ولا نوم، معناها المدة نرجع ليه لضد البقاء اللي هو الفناء. نعم. ده مستلزم كونه باقي يعني ننفي عنه ايه الموت. نعم. نعم. خلاص كده. والنوم ده واخذ السنة ده من الايه المخالفة للحوادث وهكذا. التزام هو التضمن هو الالتزام، التضمن هي فيها ايه فيها معنى الالتزام، بس الالتزام هنا ما فيهوش انفكاك. ما فيهوش ايه انفكاك. مثل الحسرة قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اذا كانت على اساس الكليات يبقى محصورة، وإذا تسمع كيف يقول لك الاقتصار على الخمس في السلبية لكونها تستلزم ما عداها من صفات السلوك، لأن الآيات وردت بنفي أشياء كثيرة غير ذي لكنها راجعة إلى إيه؟ إلى الخمسة. ولذلك بيقول لك هنا وإن كانوا لم يكتفوا باستلزام بعض الصفات لبعض. ليه بقى؟ إحنا مش قلنا لكم كونه تعالى واجب الوجوب مستلزم لإيه؟ الخمسة كلها؟ يعني هل واجب الوجود من احكامه انه غير متعدد يعني واحد، ومن احكامه
انه لا يتصور العدم اذا البقاء. ومن احكام لا يلزم او قيام بنفسه ومخالف الحواس. يعني معناها مش كان الاحسن تقول واجب الوجود وخلاص. ومعنى كلمة واجب الوجود يعني معناها قديم ومعناها مخالف للحوادث ومعناها باقي ومعناها واحد. خلاص كده يبقى ما في داعي. اشوف كده الجواب جميل جدا. قالوا احنا ايه؟ احنا نتبع مين؟ السلف رضي الله عنهم، لانهم كان ايه منهجهم الشرع وليس العقل فقط. الكلام اللي قلناه الاستلزام ده عقلي. حكم عقلي. هم اللي احنا فصلنا بعد ما اثبتنا واجب رحنا قلنا قدم وقلنا الى اخره. قالوا حيث وجب، يعني اوجب الشرع التفصيل، حيث وجب التفصيل لما فصل الشرع الله. والاجمال لما اجمل. يبقى من ناحية العقلية خلاص كلمة واجب الوجوب ده تغنينا عن كل ده. لكن احنا عملنا سلكنا مسلك السلف رضي الله عنه، فانهم فصلوا حيث فصل الشرع واجملوا حيث اجمل. كذلك سلك السلف الصالح رضي الله عنهم، فان طريقتهم تضمنت ايه؟ اثبات جميع الاسماء والصفات التي سمى الحق سبحانه وتعالى بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي مماثلة شيء من المخلوقات اللي هي الممكنات اثباتا بلا تشبيه. مش كده؟ منهج السلف اثبات بلا ايه؟ تشبيه. تشبيه ونفي بلا ايه؟ تعظيم. لان قوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فليس كمثلي شيء ده منع الايه؟ التشبيه والتمثيل. وهو السميع البصير ده منع للإلحاد والتعطيل. وحيث بعث الله سبحانه وتعالى رسله بإثبات مفصل ومجمل ونفي مفصل وإيه ومجمل. هكذا السلف أخذوا هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله. أحيانا يأتي لفظ في القرآن كلي ومجمل على سبيل الإجمال، وأحيانا تأتي تفصيلات لا تأخذوا هنا لا تأخذوا. إذا احنا نتبع منهج السلف، إذا كان في إجمال نأخذها من جملة، وإذا كان في تفصيل نفصل. ثم لو رجعنا إلى الدليل العقلي خلاص الصفة واحدة حتغنينا لوجوب الوجود، حتغنينا عن التفصيلات دي. أمال احنا فصلنا ليه؟ لأن المسألة فقط مش مسألة عقلية، مسألة شرعية ومسألة تعبدية. احنا متبعين فيها من منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. فحيث ورد التفصيل مفصل. مش احنا في الإمام بالرسل يرد الدليل بهم في آية كده رسلا بالإجمال، وآيات ثانية يقول لك موسى ويعقوب وإسحاق ما أوحينا إليه ويفصل، وآيات مثلا يقول لك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أجمل هنا. وفي آية النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. شوف هنا ده في الآية نفسها في تفصيل وفي إجمال. أهو نوح ده تفصيل، والنبيين من بعده إجمال، أوحينا إلى إبراهيم فصل ثاني وبعدين راح أجمل وفصل. إحنا نمشي مع هذا النظام. يعني مرة يقول له رسل كده مع بعض إلا ما يقال إلا ما قد قيل للرسل ولم يقل مين اللي. وفي مرة ثانية يقول له شرع لكم من الدين ما وصينا به، وفي آخر الآية ممكن يختم بكلمة إيه إجمالية. فمعنى كده إحنا مش بنفصل بأهوائنا، بنفصل إيه اتباعا للشرع واتباعا لإيه للسلف. يعني واجب الوجود حتى مولانا واجب الوجود تغني عن المعاني كمان. واجب الوجود تغني عن المعاني كمان، يعني عن السلبية والمعاني والمعنوية. خلاص ما فيش حاجة عن كل. ولازم يكون مستفيد فيما يتوقف عليه المعجزة بس، إنما الصفات الثانية ما تغنيش عنها. هم بيقولوا احنا بنقول نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، واحنا نثبت كذلك. هم يقولون إذا أولت الصفة اللي هم الصفات الخبرية يسمونك معطل، لأنك تجعل اللفظ كما يزعمون بلا معنى. لأن الله تعالى جاء في الآيتين وقال في الجزء الأول ليس كمثل شيء، ده نفي للتمثيل والتشبيه. وهو السميع البصير ده إيه؟ نفي للإلحاد والتعظيم.
فاحنا اثبتنا ذات خلاص متصفة بصفات الكمال ليست معطلة عنها. انما هم يأتون في صفات اخرى اللي بيسموها ايه الصفات القدرية، وفي الحقيقة زي ما قلنا المرة الماضية لا تسمى صفات، انما هي اضافات خبرية بالنسبة لله تعالى تسمى اضافات بالنسبة للانسان اعضاء او جوارح. لم يرد في نص من القرآن وصف الله تعالى بان له وجه ولا بان له يد، لو انما اذا وصف نفسه تعالى شوف العلم يقول العليم الحكيم القوي المتين، ويقول مثلا ذو القوة. لو اليد صفة كان قال ذو اليد كما قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد، فهنا وصفه لأنه دي مش ليست جارحة ولا عصب، معناها يعني الأيادي بمعنى النعم أو بمعنى العطاء أو البذل أو المعروف، فوصف داود بأنه ذا الأيد دي صفة. فهل ورد في القرآن كده أن الله تعالى له يد أو ذو يد؟ لا، إنما ورد ذكر اليد مضافا إلى الله، والإضافات غير اكتفاء. فإذا قلت أن اليد أولتها كما سلك ذلك المتأخرون أو خلف الأمة يقولون لك أنت عطلت إيه يعني نفيت فرغت الصفة من الإيه من معناها. عندما حتى لو فوضت يسموك معطل، إذا قلت مثلا يد ولا أعرف معناها وإنما أقول يد كما قال الله على المعنى الذي قال، يقول لك يعني اليد ما لهاش معنى، يبقى كده القرآن نزل عبس واللغة العربية دي ما فيهاش معاني وأنت كده معطل، رغم أنه تفويض المعنى ليس معناه تعطيل، التعطيل معناه أن تقول إن هذا اللفظ لا معنى له، هذا هو معنى، ولكن أنا لا أقول ولا أحد المسلمين يقول إنه ليس له معنى، له لا. معنى ولكن لا أعلمه لا. معناه عند قائله على المعنى الذي عنده. هم يظنون أنك إذا قلت يد ولم تفهم معناها اللي هو الجارح إذا كده أنت معطل، لكن أنا قلت لها معنى، لكن المعنى يعلم والوجه وكل هذه الإضافات لها معنى عند قائله. إذا أنت لم تثبت المعنى الظاهري اللي هو يؤدي إلى التشبيه والتجسيم يسمونك معطل للصفة، عطلت يعني فرغتها عن معناها. وأنا ما فرغتها، ده أقول لها معنى ولكني لا أعلم. وهنا التفويض ليس إيه معناه التعطيل، وليس معناه نفي المعنى، وإنما نفي علمي به وليس نفي إيه. ما أحد يقول إنه هذه النصوص لا معنى لها. طب إيه تعالى كده ألف لام ميم معناها إيه؟ ما تقدرش تقول ما لهاش معنى، لكن معناها عند الله ماذا أراد الله يعلمه إلا الله. هذا المتشابه، لأن المتشابه لم يقل الله تعالى إنه لا معنى له، ولكن قال إيه لا يعلم تأويله إلا الله. كما أن الحروف لا يسأل عن معناها. الشيخ الشعراوي قال كما أن الحروف لا يسأل عن معناها. مثلا يعني هو مثلا حرف ألف ولام ما لهاش معنى، مش كده؟ الحروف ما لهاش معاني في ذاتها، لكن بانضمامها إلى غيرها، لكن دي الحروف المقطعة ما لهاش معنى لا مع غيرها ولا في نفسها بالنسبة لنا، لأن احنا نتعبد بها. لكن عندها معنى أصيل. وإلا لكانت عبثا يا مولانا. وإلا لكانت عبثا ما فيش معنى. وهم يقول لك ما كناش احنا نعرف احنا المعنى يبقى ده عبث. قرأت للرأي الإمام الشيخ نعم؟ فين ابو حنيفه قال فين الاكبر لا الفقه الاكبر في كلام في نسبه الى الامام ابو حنيفه كله في ده انا كذا نسخه ومحقق وكذا ومل على انا بقول لك انه لا يوجد لا في اللغه انت مثلا هل يدك صفه ولا جزء ولا بعض منك ولا عضو جارح لا مثل انسان زي ما واحد مثلا سرق البيت وقال له تعالى واحد تعرف من اللص اوصف لنا اللص فقال له يدين وعينين وأنف هو هكذا وصفه ده ما هو كل واحد شبه فلا يوصف الإنسان بأن له يد لأنه من شأنه أو من ذاته أو أجزائه أو أبعاده هو كذا ولما توصف الإنسان له يد والفرس له وزير الصفة يعني إيه معناها شيء سلبي في شيء أو تضيف شيء إنما لما أقول لك يد ما أضفت لك شيء لأن هي دي جزء حقيقة فأنا أريد سؤال فلم يوجد في القرآن
لفظ فيه وصف الله بأن له يد كما وصف نفسه بالعلم أو بالقدرة أو نفى عنه النقص. شرع أن الله هو الرزاق ذو القوة، ما فيش في حق الله ذو اليد أو له يد، إنما ورد ذكر اليد بالإضافة وفي السياق لمعنى أو لتقرير أمر آخر بعيد عن الكلام عن اليد نهائيا. يعني هم ما ذكروا السياق يدل عليه، وإنما راحوا خذوا الجزئية دي وقطعوها وقالوا مسكوا في اليد. طب فين يبايعونك؟ إنما المعنى اللي قبله واللي بعده والسياق قطعوا إيه السياق واشتدوا كده إيه لفظ وجعلوه مستقل كأنه جاء ليقرر أمر أبعد ما يكون سياق الآيات عنه. يعني هل مثلا تظن أن قوله تعالى يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله تكلم عن تقصير الإنسان في حق الله وندم يمر؟ ما جاءت الآية لتصف الله تعالى بأن له جنب ولا لتقرر المعنى ولا خطر على بال أحد حتى إليه لم يخطر على باله هذا المعنى، فكيف خطر على بالهم؟ ولم يقل أحد من السلف أو من الخلف إن لله تعالى جنبا لا كجنوبنا ولا كمحد. زي ما انت قلت جنب في جنب الله ورد كلمة جنب مضافة شأنها شأن اليد، فليه قالوا يد لا كيد ويد تليق ولم يقولوا جنبا؟ يعني رغم من نفس الإضافة هي نفس الإضافة. نعم يعني احنا نقول لك الإثبات معناه ايه كده زي ما ذكرت ده حقيقة ان تفسيرها تلاوتها واننا نثبتها في اللفظ او في الذكر. اما الكيف هم يقول لك احنا ننفي الكيف يعني نفوض الى الله ويثبتون المعنى، واثبات المعنى معناه اثبات الكيف ايضا. نعم اذا اثبت المعنى اثبت الكيف، يعني يلزم من نفي الكيف لما يزعمون ده نفي المعنى. بمعنى أننا نفوض في المعنى ونفوض فيما وراء ذلك، لكن نقرأها ونذكرها مباح ونقول يا ابو الله وهكذا ونقول وجه الله كما قال الله تعالى، لكن على أي معنى؟ على المعنى الذي أراده. أنا سمعت واحد يحلف بالله يقول والله العظيم إحنا نعرف معناها، بيقول كده في التلفزيون، قلت كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. نعم لا هو يقول نعرف معناها الحقيقة، يعني هي يد لكنها مختلفة عن أيدينا لأن الله ليس كمثل شيء، يبقى معناها كده عرف المعنى، يبقى معناها لغى نص قرآن اللي هو ما يعلم تأويله إلا الله، ولكن الله تعالى أوقعه في خطأ عظيم وبيقر هذا الأمر، فقال يعني كيف يقولون إنه يعني الذي يقول يد ولا نفهم معناها كأنه يقول قدرة ولا معنى لها، شوف اللفظة، وكأنه يقول كذا، فنحن قال نؤمن ونقر من الكلام اللي قاله أنه تعالى قادر ولا مقدور ماشي، وخالق ولا مخلوق ماشي، ورب ولا مربوب ماشي، وهو رحيم قبل أن يرحم أحد ماشي. ثم قال في كلامه الجاهلي قال وهو عليم قبل أن يعلم. يبقى لم يفرق بين الصفات اللي هي الأزلية القديمة الوجودية وبين صفات الأفعال اللي هي الحادثة، يعني رحيم قبل أن يرحم صح، خالق قبل أن يخلق، لكن كيف عالم قبل أن يعلم؟ معناها سبق علمه تعالى في جهل وقع مرة. ما تعلموش يا مولانا، انا كنت حرم التلفزيون بس خفت والله على عبد الجزيم مش ذنب يا مولانا، التلفزيون مش ذنب يا مولانا. يا ابن انت تقرا زي ما قرا السلف تضيف الى الله كما اضاف الله تعالى، النص صريح ان الاثبات من حيث انها وارده انها موجوده، ثم تمسك عما وراء ذلك، لا تتكلم لا في معنى ولا في كيف، ولا يخطر ببال ان هذا دي قواطع الادله العقليه والنقليه، بلاش العقليه عشان مش عقلائهم، لا بالنقليه ليس كمثله شيء. خلاص في مشكله مشكله احنا نثق في رأي الأئمة الأربعة اللي هم مشرفة وأمثالهم.
ما هو لازم تثق وانت لسه هتقول اثق لا بد بس, 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 بس انا قرات قول الامام ابو حنيفه انت قلت لي مثلا مكتوب على فكره اقول كيف نعرف مثلا هذا القول يعني صحته للامام أو انت يكون عندك ملكه او حاسه كده مرهفه انه اي كلام ماشي على الخط ده يبقى قالوا حتى لو لكن اي كلام خارج من تيمجية ومنذ معناها ده مفزوق خلاص انا عندي دلوقتي الميزان اللي ازم بيه وافهم بيه اي كلام مخالف للي احنا بنقرره وبندرسه ده يبقى لا اكيد في لعب في الطبعات في مش عارف ايه في التحقيق لا ده كتاب الامام النووي وكتاب الاذكار انا عندي نسخه قديمه والله قال كده باب في زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبع الموجود هناك تجاه شايلين كلمه قبر زياره المسجد لا انت ممكن تسيب الكلمه زي ما هي وتحت تقول مثلا اخطأ النووي انه مش فاهم انه مغفل انه المفروض انت مثلا علق لكن ما تحذفش من كلام الشيخ بخيانه للامانه العلميه سيب الكلام زي ما هو رد عليه حتى كفر النووي لكن ما تشيلش كلامه هو رئيس مسؤول عن كلامه انا شفت واحد في مطبع كبير مش اذكر لك الموضوع ونص كبير عن ابن تيميه في كتاب من الكتب راح شايله ليه قال لا شيخ الاسلام ما يقولش يا ابن لما مع يمو قال لما يقولش كلام والله قاسي وخلى الرجل كان موضع شلو الرجل ما تبعش عندي رغم الرجل مش عالم ولا كذا قال انا ما العبش في كتب الجماعه وكل ايه ما يقولش كده اما هو في كتاب المحتوى انتوا اللي جايبينها الكلام اللي ما عجبوش ده يبقى مش كلام ايه ده لا يا رجل اخطا ده ما يقولش كده الكلام ده مش كلام وشيله على طول الجماعة شوف كده هو لما هو مجسم ومشبه فالكلام اللي ورد عن ابن تيمية في التنزيه والتقدير ما عجبوش لانه قاسوا على اللي عنده فانت عامل كده فهم الغريب ان ليه ما قالكوش كتب خلاف الكتب اللي بيحثوا منها او يضيفوا اليها هم مؤلفين ومثقفين لا كيف هيألفوا كتب جديده هيسيبوها للناس قدام ما ماتوا من زمان كيف يتبنى فيهم ليس القدامى ما ينفعش كده الواحد تقول لهم انتوا مالكمش مشايخ ومالكمش سلف ومالكمش تاريخ وعمك مش منتمين لاحد فلازم يرجعوا لك عاد وينسبوا لك حاجات للبخاري وابو حنيفه عشان يقول لك احنا لينا تاريخ ولينا اسناده مش انت بس وروح مدخلين الحاجات انما لو الفوا من نفسهم زي كده يا ريت يبقى كده قطعوا نفسهم عن كل احد الا عن ابليس لو عملوها كده زي ما انت عاوز نعم ما هو شوف كده اذا الانسان كان مجسما التجسيم لابد يلزم فيه التشبيه لازم صح يبقى تنبيهات وقع في كلامهم او في كلام بعضهم ان القديم هو الواجب مترادفان ولا مش مترادفين ولا متساويين متساويين في بينهما تساوي نعم. لكن بعضهم قال ان القديم والواجب مترادفان يعني القديم هو الواجب والواجب هو الايه ورد هذا القول لما ايه مترادفين بالقطع بتغاير المفهومين يعني المترادف يبقى مفهوم ده مفهوم ده زي ايه مترادف زي لفظين الليث والاسد مثلا في ترادف يبقى معنى الترادف معناه ايه تعدد اللفظ وايه واتحاد المعنى هذا الترادف ومعنى الاشتراك اتحاد اللفظ وتعدد المعنى يعني ده عكس ده فلما قالوا ان القديم والواجب مترادفان هذا القول مردود امال هم ايه ممكن نقول في بينهما ايه تساوي ورد بالقطع بتغاير المفهومين اذ الواجب شوف كده الواجب ما لا يحتاج او يحتاج في وجوده الى غيره فوجوده هو مقتضى ذاته بمعنى ان العقل لا يتصوره الا كذلك ان ما لا يتصور العقل ايه عدم اي موجود لا يستند وجوده الى غيره مش كده هذا تعريف الواجب اما القديم موجود لا ابتداء لوجوده وانما الكلام في تساوي مفهوميهما بحسب الصدق والحمل فإن بعضهم ذهب إلى أن القديم أعم من الواجب والواجب أخص من إيه قديم. كيف ذلك قالوا القديم أعم من الواجب لصدقه أي القديم على بعض أو على صفات الواجب ما
ما احنا بنقول على صفات الواجب قديمة ولا نقول على ايه صفات واجبة واجبة ولكن نقول عليها قديمة. قديمة. فقال أذن صلوا إن شاء الله لأعوذ إن شاء الله والقدم الزمان احنا ايه شرحناه توالي الازمنة على وجود الشيء
والقدم الاضافي ما فيش زمن ولا حاجه، بس باعتبار تقدم مفهوم الابوه على مفهوم الايه البنوه بس لا يعقل او لا يتصور الابوه الا بالبنوه، واللي هم يسموه ايه الدوله المعيه، لا يعني معناها المعيه او الاضافات، بمعنى لا يفهم معنى الابوه الا بفهم معنى البنوه، ولا البنوه الا باضافتها الى الابوه. زي مثلا تقول سريع، ايه معنى سريع؟ معناها ليس بطيء. ايه معنى بطيء؟ يعني معناها مش سريع. اذا ما يتصورش مفهوم واحد بدون تصور الاخر، القليل والكثير، سريع والبطيء، الابوه والايه والبنوه، دي ايه الاضافه. ومع ذلك الدور المعي هو فقط ليس الباطل، لا مش باطل، ده الدور السبق، ده الدور السبق او انما الدور اللي احنا بنقول عليه باطل. اما المعي ده لا يقال فيه باطل، والدور والتسلسل اللي هو في المستقبل لا يقال فيه باطل، انما باطل اللي هو في الايه في الازل او في جانب الماضي. اذا في قدم ذاتي، في قدم زماني، وفي قدم ايه اضافي، وفي قدم سلبي. فقدم وجوده تعالى، إذا معنى سلبي هنا يعني معناه إدخال القدم في الصفات السلبية، معنى سلب سبق العدم، خلاص. إيه معنى القدم سلبي؟ يعني أن القدم معناه سلب إيه صفة أو سلب أمر لا يليق به تعالى. ففي كلمة القديم وكلمة الأزلي، إذا القديم أخص ولا الأزلي؟ مين اللي فيهم أخص وفيهم أعم؟ القديم أخص، لأن القديم يطلق على الموجود الذي لا أول له، أما الأزلي يشمل ما لا أول له وجودا كان أو عدما. واضح كده؟ إذا الأزلي يشمل ما لا أول له وجودا كان أو عدما، إذا القديم معناه موجود لا ابتداء لوجوده، والأزلي ما لا ابتداء لوجوده وجوديا كان أو عدميا، فكل أزلي فكل قديم أزلي ولا عد. مطلق برضه مطلق. خلاص كده؟ الحتة دي. كل قديم أزلي ولا عد. لأن القديم معناه ما لا أول له وجودا، يعني شيء موجود لا أول لوجوده، ده تعريف ايه ده؟ القديم. أما الأزلي أيضا نفس التعريف، ما لا أول له سواء كان وجودي أو عدم. يبقى أعم من كلمة ايه؟ قديم. من كلمة قديم أنه يشمل العدم. نعم؟ أنه يشمل العدم، مش يشمل عدم، يعني يشمل ما كان موجودا وما لم يكن موجودا. طيب مثلنا، مش مثلنا كده؟ مع على التفصيل بالضبط يعني زي بعض، هنطرح هتتعبنا، لكن عشان خاطرك نطلع لك الفروق الدقيقة التي لا تخرج إلا لك. شوف كده معايا، الأزل قول لي التعريف إيه؟ القديم هو إيه؟ القديم هو ما لا أول وجود. الموجود الذي لا أول لوجوده. طب والأزلي يشمل إيه؟ ما لا أول لوجوده وجودا كان أو إيه؟ أو عدم. خلصت في التعريف الأول، ما لا أول له وجودا كان أو عدم، خلاص. طب أما القديم مختص بإيه؟ بالموجود الذي لا أول له. طب ده نسبة إلى إيه وده نسبة إلى إيه؟ القديم منسوب الى الايه؟ الى القدم. زي ما بنقول سوري منسوب الى ايه؟ سوري مصر. يبقى ده من قديم يعني منسوب الى القدم. طب وازلي منسوب الى الايه؟ الى الازل. وقلنا ما لا اول له عدميا كان او وجوديا نسبه الى الازل. اما القديم فهو موجود لا ابتداء لوجوده، فكل قديم ازلي ولا عدم. وعليه افهم في ايه اللي هيترتب على كده؟ أن الصفات السلبية، اسمع، الصفات السلبية دي معناها إيه؟ عدم أمر لا يليق به تعالى. إذا هي عدمية ولا وجودية؟ عدمية. إذا توصف بالأزلية ولا بالقدم؟ أزلية. إذا الصفات الأزلية السلبية لا توصف إلا بالأزلية لأنها عدمية. بس بالك كده؟ يعني لا نقول على الوحدانية صفة قديمة، لا نقول على صفة أزلية.
ولا نقول على المخالفة للحوادث قديمة، إنما نقول إيه أدلية، لأن تعريف القديم هو الشيء الموجود الذي لا أول له. أما هذه الصفات السلبية عدمية، ليست وجودية، يبقى الصفات اللي هي العدمية اللي هي السلبية نقول فيها أزلية ولا نقول فيها إيه قديمة، بخلاف الذات نقول إنها أزلية وإنها قديمة، لأن الذات موجودة لها وجود متحقق، وقلنا القديم معناه ما لا أول له وجودا، طب والأزل ما لا أول له وجودا، إذن كلمة وصف الذات توصف بهما معا، توصف بأنها أزلية وتوصف بأنها قديمة، وهي ثاني اللي يوصف بأنه أزلي وقديم الصفات الوجودية اللي هي المعاني العلم والسمع، دي توصف بأنها قديمة لأنها لها وجود، وتوصف بأنها أزلية لأن الأزل يشمل ما كان موجودا وما لم يكن إيه موجودا. وعليه فالقديم أخص من الأزلي، لأن القديم خاص به موجود لا أول له، والأزلي ما لا أول له أعم من أن يكون وجوديا كذات الله أو عدميا كعدمنا الأزلي. ولا يقال إن هذا فرق مهم، ولا يقال إن عدمنا قبل وجودنا قديما، لأن القديم لا يتغير، فلو كان عدمنا قديما لما وجدنا أبدا ولا شممنا رائحة الوجود. اللي هنا في حاجة فرقوا بها بيقولوا ايه ازلية الايه الامكان وامكان الازلية، فنحن نقول بايه بالاول ولا بالثاني؟ ازلية الامكان. نقول بالايه ازلية الامكان ولا امكان الازلية؟ نقول بالاول دون الثاني ازلية الامكان، مش هنقول ان الازلية ممكنة. نعم نعم تمام كده. نعم. نقول هكذا ده التعريف المهم الدقيق ده. اذا بناء على الفرق بين هذا التعريف نقول في الذات قديمه وازليه ثاني، ونقول في الصفات السلبيه ازليه فقط، ونقول في الصفات الوجوديه ازليه ونقول قديمه. افهم ايه الضابط. ثم بعد ذلك في تعريف اخر للقديم، اذا تعريف القديم والأزل قيل إنهما مترادفان وهذا قول. نعم. وعليه فلا يضر أن تقال في الصفات السلبية قديمة أو تقول أزلية بناء على هذا. أما على المعنى الدقيق الذي قلناه القديم ما لا أول له وجودا فقط والأزلي ما لا أول، يبقى إذن نصف الصفات السلبية بالأزلية فقط، ونصف الصفات الوجودية بهما، ونصف الذات بهما، واضح؟ لكن التعريف الثالث للقديم اللي هو تعريف مين؟ تعريف القديم هو القائم بنفسه الذي لا أو هذا تعريف المعتزلة، يقول القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. خد بالك التعريف ده خطير جدا. القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده، وعليه فلا توصف به إلا الذات، لأن الصفات لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالذات. شفت دكم أذكياء مستهلين. يبقى على التعريف ده تعريف المعتزل، القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول، وعليه فهو صفة للذات. وده قال أخص المعتزلة، قال أخص وصف ما توصفش غير بالذات. يبقى عليه فلأن الصفات عندهم هي نفس الذات، ما فيش حاجة زائدة. ده استعينا الدائرة عن هي عين 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 الذات. أما احنا نقول لا غير ولا عين. لا غير بمعنى انفكاكهما أو تعددهما، ولا عين بمعنى أن المفهوم هو نفس المفهوم، مفهوم الذات وفي غيرية في المفهوم، لكن ما فيش غيرية في الانفصال او التمايز او وجود الصفات بنفسها دون الذات او الذات مجردة عن الصفات. لا نقول بها. إذا هذا التعريف الذي قالوا ان القديم هو القائم بنفسه الذي لا اول لوجوده، إذا هنا ايه لا نصف لا السلبية ولا المعاني ولا حاجة بالقدم، ما يصفش بها الا الذات فقط. واضح كده؟ وعليه فهو صفة للذات فلا توصف الصفات بالقدم، أي صفات
ليه؟ لأنها قائمة بالذات. هم تعريف القديم عندهم الذي إيه؟ القائم بنفسه، بس بشرط الذي لا أول لوجوده. يبقى صفة القدم دي أخص وصف لله تعالى، ومن هنا كان تكفير القائلين بقدم العالم كما ذكره الغزالي في تهافت الإيه؟ الفلاسفة. كفرهم في كم مسألة؟ ثلاثة. في ثلاثة، اللي هي قدم العالم وإنكار علم الله بالجزئيات وإنكار الحشر الجسماني، وما عدا ذلك فسقهم بدعهم. بس ثلاثة كفرهم فيها، وهو لو كفرهم في واحدة ما هي هي أفر كفرته في مية ولا هو فينا خلاص زي ألف خلاص، ما ليس بعد ذلك عن واضح هنا الكلام عندك ها واضح ولا عاوز تفصيل تاني قول. وكان عالم في ذاته وهي تعلم ذاته، كيف في ذاته؟ اللي كده انت خلاتهم خلاتوا جعلوها صفة معنى زائدة في ذاته، يعني زدت شيء على الذات. كلمة بذات يعني الذات مش في ذات، في عملت ظرفية، الظرفية ما تكونش بين حاجة بين حاجتين متغيرتين. في دي زي ما نقول الماء في الكوب، خلاص كده يبقى معناها حاجتين، في ماء وفي الكوب. أنا قلت عالم في ذاته يبقى في علم وفي ذاته، ما تقولش بكده هتعلمهم مذهبهم. هم ده واحد ده واحد من نوع الذات يعني الذات هي العلم، يعني العلم راجع الى الذات لا لكونه في الذات، الذات عالمه بذاتها. حتى الذات هي التعبير فقط؟ او العلم هو الذات. طب بالنسبه للقدم عشان نخلص من هذه الصفه، عرفنا ايه المعنى الذي يطلق على الله تعالى؟ نعم. اللي هو ايه؟ القدم الذاتي، يعني انه تعالى موجود بذاته او لذاته لا لعلة، يعني نفي سفك العدم. اذا معنى القدم بالنسبة لله تعالى عدم افتتاح الوجود او اولية الوجود، او ايه نفي سفك العدم او عدم اولية الوجود. اما المعاني الثانية لا ايه لا ينسب الى الله تعالى. طيب ايه الدليل العقلي؟ واضح، لو لم يكن قديما لكان ايه حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج الى محدث، فاما ان يكون قديما فثبت المطلوب، واما ان يكون حادثا فيؤدي الى دوره. ايه الدليل النقلي؟ يعني بعض الناس قال احنا لا نصف الله الا بما وصف به نفسه، ولم يرد في الكتاب والسنه اطلاق القديم على الله، رغم ان المتكلمين مجمعهم معتزلة غير معتزلة اجماع، ومع ذلك لم يرد في القرآن اطلاق القديم. تمام كده؟ ورد في القرآن معناه، يعني ورد لفظ الاول ومعناه ايه القديم، خلاص كده. فالآية تثبت انه تعالى هو الاول بلا ايه بلا أولية، فتصفه بأنه هو الأول. إذ لو كان له أول، يعني بمعنى البدء، يعني بمعنى مسبوق بعدم، لكان مسبوقا بغيره في الوجود ولما كان هو الأول. وقوم فسرناها لكم مليون مرة، إنه الأول تطلق بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ الابتداء بالنسبة للمخلوقات، وبمعنى نفي سبت العدم بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. يعني اي مخلوق يوصف بالابتداء بداية المخلوقات، ويقابله هذا المعنى الابتداء بالنسبة للمخلوقات يقابله ايه الاولية تقابله ايه الاخرية بمعنى الانتهاء. اما بالنسبة لله تعالى معنى الاول السابق وجوده على الاشياء، والاخرية بمعنى الايه البقاء. اذا في الفاظ كثيرة مشتركة زي القديم مشترك، يقال على الخالق ويقال على المخلوق، لكن لكل بما يناسبه. وكذلك الأول، هذا اللفظ أيضا مشترك، يقال على المخلوق ويقال على إيه على الخالق، لكن بمعنى مختلف. فإذا وصفنا به المخلوق بمعنى الابتداء، وإذا وصفنا به الخالق بمعنى السبق على الأشياء.
صحيح اللفظ القديم لم يرد في القرآن اسما لله أو وصفا، وإنما ورد بمعنى الأول اللي احنا قلناه ونفس المعنى. وقلنا معناه ايه لو سألتك ايه معنى هو الأول، لا يمكن أن تكون هو الأول بالمعنى الذي يطلق على المخلوق، لأنه حيلزم على كده اجتماع نقيضين أو ضدين. لأنه لو كنت أنت مثلا أول من حضر في الحلقة هنا، كيف تكون أنت آخر واحد؟ لا يمكن يكون هذا المعنى بالنسبة لإيه؟ للخلق من يجتمع فيه أن يكون أول وآخر، لأنه من كان أولا لا يكون آخرا، ومن كان آخرا لا يكون أولا. إذن يراد بالأول معنى آخر غير الابتداء، وإلا مش حينفع إطلاقا، لأنه لو وصفناه بالأول حننفي عنه أنه آخر، ولو وصفناه بالآخر حننفي عنه أنه أول. كيف وقد وصف تعالى نفسه بالوصفين معا بآية واحدة، هو الأول والآخر؟ يبقى لازم ليها معنى غير الذي يطلق على المخلوق، إلا حيث الكلام ده كلام تضاد واختلاف ويتنزه كلام الله تعالى عنه. يبقى معنى الأول شرح نفسه وفسرها قبل أن نفسرها نحن أو غيرنا، قال اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك. يبقى معنى الأول بالنسبة للسابق أي المتقدم على الأشياء، هذا هو معناه. طب إيه اللي يقابلها؟ الآخر بمعنى الباقي وليس بمعنى الانتهاء. أما الذي يصلح بالنسبة للمخلوقات، الأول بمعنى الابتداء والآخر بمعنى الانتهاء، إذن فلا يجتمعان إذا كان هذا المعنى. أما إذا كان المتقدم على الأشياء والمتأخر بعد فنائها أو بعد زوالها، إذن ده صحيح، لأنه يعني وجوده سابق تمام، وأيضا ما فيش لاحق بعده لأنه هو مستمر في الوجود. أما الوجود مسبوق بعدم وملحوق بعدم، وبين إيه وجود، يعني وجود واحد مستمر وهو ده ليه بداية وليه إيه نهاية اللي هو المخلوق، والموجود القديم لا بداية ولا نهاية، فحصر وجود الإيه الحوادث كلها وهو غير محصور. ولذلك لما قال الإمام الشاذلي رضي الله عنه بيقول إيه، قال هذه الآية قطعت الأغيار كلها، يعني نفت إيه وجود الغير، يعني غير الله، لأنه كده هو الأول وهو الآخر، سابق ما فيش إيه حاجة بعده، هذا الظاهر وإيه والباطن. فلما سئل أين الخلق فقال هم موجودون، هذا الكمال ده، هم موجودون ولكن هم في قوة الإيه الشمس مثل الأنابيب أو الأشعة، موجودة مش موجودة مع وجود الشمس، لأن لو كانت الشمس لا وجود لها تختفي إيه، فالأشعة موجودها بوجود إيه هو أشعة، أشعة مين الشمس، فإذا اختفت الشمس بتختفي إيه الأشعة. فقال هذه الأشعة تراها صاعدة للأنابيب دي سماها كده، تعلو إيه وتهبط، موجودة دي شايفها، فإذا قبضت عليها لم تجدها، ولكن الشمس موجودة وانت شايفها بنفسك. فشبه أو مثل هذا المعنى تقريب إيه لنا، لأن الوجود الحقيقي بمعنى أن الوجود الدائم، أما وجودك أنت لي بداية لك نهاية طارئ كذا مسبوق بعدم ملحوق بعدم، من ما فيش وجود ولا توصف لأنك موجود. وذلك في الحقيقة الوجود صفة لله مش للإنسان، أنت لست موجودا إنما تعلقت بالوجود، فأنت من متعلقات الوجود، موجود بوجود الله، أنت من متعلقات وجود الله، زي ما العلم لي تعلق، فالوجود له تعلق، وجودك أنت متعلق به بوجوده تعالى. لكن أنت هل أنت موجود من ذاتك؟ لأنه تعريف الجائز مستوي فيه الطرفين. فلما ترجح أو تعلق إرادته بوجودك كان لك وجود، ووجودك بين عدمين سابق ولاحق، وهذا شأن كل موجود غير الله تعالى، أن يكون وجوده بين إيه عدمين، إلا ما استثنى الله تعالى وجعل وجوده ليس إيه ملحوقا بعدم، لكنه يقبل لأنه هو قابل،
ولو شاء لا، بدليل قوله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طب أنت لو نظرت للآية ما دامت السماوات والأرض، هو السماوات والأرض دائمة؟ يعني معناه كأنه عاوز يقول لك إنه مرتبط وجودهم بشيء ثاني. ما دامت السماوات والأرض، والسماوات والأرض لا تدوم، لكن مش هذا المعنى، لأنه السماوات والأرض يوم تمور السماء مورة، وإذا مد يعني حيعتريها إيه فناء، وحيعتريها إيه ما يعتري الكون من تغير. لكن المراد بالسماوات والأرض هنا اللي هي في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء، هذه إيه اللي مرتبط بها الجنة من البيت اللي لها إيه دوام ولها بقاء، أن الله تعالى جعلها إيه دائمة، لكن ليس لكنها تقبل الفناء، لكن دائمة ليه لغيرها وليس ليه لذاتها. ما دامت السماوات والأرض إلا إيه. ثم أخبرك بعد ذلك أن الأمر مرهون أو مرتبط بمشيئة الله تعالى، يعني هذا أمر راجع إلى وعده أو إلى مشيئته. في شيء؟ لا الشيخ مصطفى كان عادي سهل الشيخ المقام، بس مش سهل على الله رجع. ما في قول فعلا بيقولوا بثناء الناس هو رجع عن ذلك. هذا الرجال الشيخ ابن تيمية قوله رجع، سواء كان ابن تيمية ابن تيمية، احنا نزل نتعلم من سجين، ما في بيننا بيننا، نحب الجميع ونريد له ربنا سبحانه. الله أعلم، أنا أقول كده ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا، ما نحمل على أحد، إنما الأقوال بنرد عليها بصرف النظر، يمكن هو تركها، يمكن مسوسة عليه، يمكن مفتراه، الله أعلم، يمكن قالها كده عشان يبتليكم ويشوفكم هتقولوا بها من الامتحان، عملها لكم زي مصر مثلا وأنتم رتوقين فيها، هو بريء منكم مثلا. إنما المشكلة في إيه؟ الدليل عجيب، سواء كان من ابن تيمية بيقول إيه؟ لأن الله تعالى هو الغريب قال بفناء النار مش الجنة. الغريب أنه القول بفناء النار ليه؟ لأنه قال كذا، قال تعالى أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات، فقالوا إن الله تعالى علق بقاءها على دوام السماوات والأرض وهي لا إيه وهي لا تدوم، إذن فهي ثانية للنار كما أن السماوات والأرض ثانية. لكن قال الله تعالى نفس الكلام في الجنة، لما لم يقولوا بفناء الجنة؟ ما الجنة برضو الجنة فقالوا أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام نفس يعني لو قال بفناء الاثنين كان يبقى الوجه مقبول، إنما ليه فناء النار بس؟ عشان يعني كانوا فاهمين انهم حيدخلوا فيها، فقال لك هتخلص وهنرتاح. ايه السر في القول بفناء النار فقط، رغم انه نفس الدليل اللي ذكروه في فناء النار مذكور في الجنة، هنا ما دامت الارض وهنا الا ما شاء ربك وهنا الا ما شاء ربك. واضح يا مشاهد؟ انا عاوز اعرف كيف يكون الدليل في الايتين واحد ويستدل على امر ولا يستدل على الايه على الثاني ونفس الحجه. عندك سؤال؟ لعل قد يقصد مثلا ذلك الخالدين فيها ابدا، الخلود الابدي في الجنه، ما هو ما جابش الايه دي، ما هو ورد ذكر الابد في النار برضه. يعني صحيح انه اكثر الايات بتاعه الجنه خالدين فيها ابدا، وفي النار فيها خالدين فيها بس ما فيش ابدا، لكن جالس في النار ابدا ما فيش لا في ابدا في النار. فين قول كده وما يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى في ابدا في الجنه يا اهل النار خلود من هنا. حتى لو جات في القران مره ايه هنا النار دي مش نار، لأن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه السورة موجودة. ومن يقتل مؤمنا لا متعمدا ما فيهاش أبدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها وله عفش أبدا، فيهاش أبدا بتاع التعمد. المهم ورد ذكر الأبد مع النار ولا ما ورد شيء؟ ما
روح شوف عم رب هنا جم تأكد هو مستند على طب متاكد انه فيه وفي ايه ثانيه بس مش هذكر هي قليله بس هو ذكر الابديه في النار مستند على هذا الوجه بس او شنو بس لا ذكر ادله منها هذا الدل ما نظم ذكر هذا ذكر حاجه ثانيه في النار قال كده لابثين فيها احقابا يعني 100 سنه 500 سنه احقاب وبعدين حتخلص الاحقاب وتتمم ما قال خالدين فيه على طول قال احقابا افر كانوا حتى ملون حق ما هو حيخلصوا هو من اكثر جات لك الايه الثانيه ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا يوم ابدا جات الثانيه الحمد لله يا رب هات هو السعير ده الجنة ولا النار ورب واحد يقول ده قال سعيرا ما قالش النار هو السعير ايه فريق في الجنة يبقى السعير هو جهنم برضه هو عشان السعير من اسماء الجنة هتفيد لي تاني زي ما ذكرنا لو قلنا مثلا عدم ثناء الجنة والنار في رسالة هنا في دار السلام اسمها الاعتبار ببقاء الجنة والنار صنعاني صنعاني يا مولانا السبكي دقيقة تقول صاحبيش في عدة ثانية الصنعاني الصنعاني فيه رسالة محققة كمان وبيرد على ابن تيمة بس جاء الألباني في الرسالة الثانية بين في هذا القول عن ابن تيمة قال ابن تيمة ما قالهوش باب لما ابن تيمة ما قالهوش ابن القيم جابه منين ما هو رد على الصنعاني وجد عنده رسالة اسمها كشف الاستار كشف من مثل الاعتبار بتاع الشيخ لا الاعتبار بتاع الشيخ اسمها كشف الاستار ولكن انكر رغم انه هذا القول ممكن احنا نقول ابن تيميه رجع عنه لانه في الفتاوى انه قال سبعه لا تفنى عجب الذنب ومنها ذكر النار وذكر الجنه سبعه والروح والعرش احنا عندنا ثمانيه في حكم البقاء يا عموما هو جاء الثمانيه او السبعه هي العرش والكرسي ونار وجنه ومعوذ بالله المذكورين في فتاوى ابن تيميه دول ده موجود عندنا في الجوفر لا ابن تيميه ما فيش شعر ابن تيميه جاي في الفتاوى سبعه لا تفنى وذكر منها النار فهذا يعتبر والله اعلم ما اعرفش بالظبط ما هنا قال لك هذا عم مخطوف في الدور قال لك مخطوف هذا ايه ما من عام الا وقد اريد به دخل الخصوص يبقى معنى كل شيء هالك الا خدتها كده على الحقيقه كده اسم الفاعل ده حقيقه في الحال والاستقبال اذا كان في الحال يبقى معناه ايه لانك انت شيء ولا مش شيء ولم يقل الله تعالى كل شيء سهالك وانما قال فانت هالك بمعنى قابل للهلك ولست هالك بالفعل يبقى اذا لو اخذنا كده يبقى حيعم عام في كل شيء بما فيها الجنه والنار وغيره ليست هالكه بالفعل ولكنها تقبل الايه الفناء بهذا المعنى ممكن اذا كان حقيقه في الحال والاستقبال اما اذا كان في الحال فقط في الاستقبال فقط وليس في الحال يبقى معناه هذه ايه مستثناه بوعيد الوعد الله سبحانه وتعالى اكبر اصعب الادله الطلبيه ان هو لو يعني قلنا سوف يكون يعني ولا نهايه لوجودهما او لوجود هذه الاشياء الثمانيه فسوف يعني تشارك الله تعالى تشارك المولى عز وجل لا لان هذا بقائهم الذاتي بقائها لغيرها ما حد يشارك في حاجه ابدا طب انت ديك موجود شاركته في صفه الوجود هذيك انت سميع وعليم وبصير وشاركته ما قدر ما شاركتش في حاجه خالص ده دي كلها حاجات بالنسبه ليك زي يعني مجازيه اسمع بس الاول شيء وجود الخلق له عدم سابق وعدم لاحق طبعا لازم طبعا نفهم يعني ازاي عدم لاحق برضه يعني معناها سيفنا يعني سيفنا الحق هو العدم طب ما احنا قلنا ان اهل النار خلودهم من الموت وعلى الجنة خلودهم من الموت ما قلنا عدم يعني اما يعني هيقبل العدم او يعني هو يعني كونه يقبل العدم كونه يقبل معناها يعني عدم لاحق
تمام كده؟ كونه يقبل معنى هذا يعني. نأتي بعد ذلك قلنا ورد في القرآن القديم بدلا من القديم الايه في القرآن الكريم ورد ايه الاول خلاص، ويدل على نفس المعنى ما فيش مشكلة، لان الآية تصفه بالاولية بمعنى ايه السبق خلاص كده. طيب وايضا في القرآن اشارة الى اثبات وصف القديم له تعالى دون التصريح باللفظ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، هو نفس المعنى، يبقى نحن سابقين ولسنا ايه مسبوقين، يبقى نفس الايه المعنى. وايضا ورد في السنة في بعض الادعية اللهم يا قديم الاحسان، ورد في السنة كده يا قديم الاحسان، وورد في نسخة للترمذي او رواية في ذكر اسماء الله منها الفتاح القديم الوتر، وان كان في ضعف او في الاسانيد او كذا، المهم هنا في القرآن ورد بلفظ الاول، وردت الاشارة اليه بايه وما نحن مسبوقين، اي انه وورد في السنة، وان كان في كلام في الاثبات وحديث المشهور الدعاء اللهم يا قديم الايه الاحسان. يبقى هنا اصبح احنا بنقوله كده لابد الاسماء تكون توقيفية، تمام؟ فاحنا لما نطلقه هنا بالنسبة لعلم السلام ما نطلقه على انه اسم الصفة، على انه وصف، لانه الاسماء اشترط فيها حاجة ثانية. طب وان اطلقناه على انه ثابت في السنة خلاص يبقى ما فيش مشكلة. طب افرض غير ثابت والاحاديث دي فيها ضعف، هل يجوز ان نسميه تعالى بهذا الاسم؟ عندنا مستند قوي جدا وهو الاجماع، خلاص اجماع ولا يوهم نقص خلاص، لكن حاجة في مشكلة في ايه، في انه لم يرد بتوقيف، وحتى لو وردت المادة حصلت فيها ايه شروط، فيكفي ورودها في السنة وان كانت الاخبار فيها شيء، لكن تلقتها الأمة بالقبول ونقلت إلينا وأصبح شيء يعني معلوم إيه بالضرورة مسلم به ولا نزاع فيه. وإذا لم نطلقها على أنها اسم يكتفى بالأول وما فيش مشكلة، لأنه نفس المعنى الذي نفهمه أو المراد به من كلمة الأول هو نفس المعنى المراد من كلمة القديم، وما في داعي إيه تتمسك بألفاظ ولا بذا وضحت. وانا شايف انه يجوز ان نسمي به للاجماع، لانه مسألة فيها خلاف بين يعني اهل السنة الاطلاق او عدم الاطلاق. خلاص كده بالنسبة للذكر القديم. الاشكال في اطلاقه اسما وليس وصفا، نعم اطلاقه اسما وليس وصفا، الاشكال في وصف ما فيش مشكلة، اي مشكلة، انما الخلاف في ايه، هل هو اسم لله تعالى او هنا الكلام، الفرق بين الاسم والله، نعم قول له يا شيخ مصطفى ايه الفرق بين الاسم والله، الاسم ما قام بالذات والوصف ما كان معنى زائد على الذات. يعني هقول لك حاجه هفرق لك بيها، هقول لك كده مثلا، هل اذا ورد في القران الكريم وصف لله تعالى الم يقل الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلنا الان بنقرر انه الكلام صفه، لكن هل نقول نسميه المتكلم؟ لا، لم يرد اسم المتكلم لكن وردت الصفة به، ولذلك كل اسم صفة ولا عكس، ليس كل صفة اسم، فهمت كده الفرق؟ اهو مثال عشان نقرب لك، انما لو قلنا لك اكثر كده يمكن مش هتفهم. في اشكال ثاني، اذا كان الاشكال الاولاني ما تحلش لا تحل، بس يعني معناها شوف مثلا انني معكما اسمع وارى، وصف نفسه بأنه يسمع ويرى، ولكن ورد في أسمائه السميع والبصير ولم يرد الرائي، رغم أنه جاء وصفا، فمش معناه كل ما تجد وصف في القرآن، قالوا إذا لم يوهم نقصا يتوقف على أشياء، أنما إذا أوهم ممنوع، زي مثلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هل نسميها القاتل؟ ويمكرون أنكم قلوا الماكر يخادعون الله وهو خادعهم، نقول الخادع ده ممنوع خالص رغم ان المادة وردت،
إذا كان المادة وردت ومع أنها سوء النقص منعوها. لا ولكن معنى المركب هم ثلاث شروط. أول حاجة أن ترد المادة. أن ترد المادة. أن يُنقص أن يكون من قليل الصفات من قليل الأسماء. فيجب أن نجعلها صفة. لكن إيش لازم توقيف. ولولا أن قلت لك ورد في بعض السنة اللهم يا قديم الإحسان لما أطلقنا هذا اللفظ، لكن معناه كصفة إجماع. فرق بين الاسم وبين الصفة. اسم يعني علم. لو قلنا قديم يجوز إطلاقه اسما، يبقى وافقنا المعتزلة على قولهم أن الصفة دي عين ذات. وفرض وافقنا المعتزلة أحسن من وافق الجماعة اللي أنت عاوزنا نوافقهم دول. هي المشكلة. وهل احنا نخالف المعتزلة في كل شيء؟ طبعا لا، في حياة معينة مخصوصة ممكن نجمعها في حياة خطيرة طبعا مش سهلة، لكن مش معنى كده ان احنا كل ما يقوله المعتزلة نقول لا. في حياة مهمة جدا هات الايه الفرقة يا صاحبي المصر يعني لا اللي هي انتكاك اللي هي يعني تكون غير ذات الله يعني. شوف هنا تحقيق المسألة. شوف هنا بيقول لك هنا شيخ الإطلاق لفظ القديم شرعا إنما عقلا خلاص قررناها. المعنى لا اختلاف حوله. هل أنتم مختلفين في المعنى؟ لا. لو نفي الأولية صح، هو نفسه معنى القديم اللي هو الأولية بمعنى السبق على الأشياء. هو نفسه معنى الايه؟ معنى القديم اللي هو الأول، هو نفسه. إذا المعنى لا اختلاف حوله. وأما إطلاق اللفظ عليه تعالى كما هو في اصطلاح المتكلمين فغير ممتنع شرعا، إطلاق اللفظ على أنه وصف، فيقال هو تعالى قديم لثبوت ذلك بالإجماع ووروده في بعض الروايات بدل الأول. ومتى ورد اسم، خد بالك، في كتاب أو سنة ولو كانت السنة خبر أحد جاز إطلاقه على الله تعالى اتفاقا وإن أوهم مقصد متى ورد. فإن لم يرد فيهما اللي ما وردش، فإن أوهم نقصا امتنع بلا خلاف. وإلا يعني إذا الأول إن أوهم امتنع، وإلا يعني إذا إيه إذا لم يوهم ففيه خلاف أجاز ذلك المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم الأسماء مش توقيفية. ومنعه أهل السنة بعضهم كمان مش كلهم بعض أهل السنة، ومنعه الأكثرون وهو الصحيح. يعني في من أهل السنة من وافق المعتزلة ومنه ممكن الشيخ الغزالي. ومن الروايات التي جاءت في السنة الجلدك اللهم يا قديم الإحسان والدعاء اللي بتاع أسماء الله الحسنى الفتاح القديم الوتر. يبقى إذن أدينا احنا خلصنا إيه حققنا الإيه الموضوع تحقيق إيه وافي ما يعني ما عليه إيه من مزيد. نختم بإيه بكلام مولانا إيه ده لما حضرتش الدرس من قبل اللي فات عشان كده بتسأل عن الصفة. الصفة معناها لها كم معنى، إما إثبات معنى زائد تمام كده أو نفي معنى لا يليق. يعني الصفة إما مدلولها وجودي أو عدمي. يعني ممكن أصفك أقول أنت عالم كده إيه وجود شيء زيادة على مفهوم الذات، أو أنت عنك شيء أنت لست بجانب خلاص كده نفيت عنك شيء لكن ما أثبت لك شيء، اما وجودي او ايه او عدم. ده تعريف للصفة. لكن في تعريف ثاني قال ان الصفة هي ما يحكم به على الشيء سواء كان عينا او خارجا او ايه نسبة. يعني لو حكمنا على الشيء بانه شيء اذا حكمنا عليه بعينية وجارك من هذا الوجه كان الوجود صفة ومعناه ليس زائدا على الذات، هو نفس عين الذات كما قال الأشعري. يبقى كده يبقى هنا في هذه الحالة الحكم على الشيء بما يحكم به عليه. لو خدنا تعريف الصفة بهذا التعريف هتدخل كل الصفات، هيدخل الوجود والسلبية والمعاني والمعنوية
لو جعلنا الصفة ما يحكم به على شيء، لكن لو جعلنا الصفة معناها مدلول او اثبات امر وجودي هتدخل بس فقط الصفات الوجودية، ولو جعلناها سلب امر او عدم امر لالك هتدخل الصفات السلبية. يبقى بعد كده هننفي الاحوال، لان دي لا يقال انها موجودة ولا يقال انها معدومة. انما لو قلنا انه ما يحكم به على الشيء هتدخل كل حاجة، هتدخل الاحوال وهتدخل السلوب وهتدخل المعاني وهتدخل المعنويات. يبقى هنا يقول لك إذ مدلوله يعني الصفات السلبية مدلولها إيه؟ سلب أمر لا يليق به سبحانه، وهي الصفات السلبية القدم، وهي ذلك القدم والبقاء والمخالفة للنفس والوحدانية. القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والإيه والوحدانية. فاعلم أن القدم الذاتي بمعنى أنه تعالى قديم لذاته لا لعلة قديمة اقتضت وجوده تعالى. تعالى عن ذلك. وليس المراد بالقدم الذاتي ما قابل القدم بالغير، خد بالك، كما يقول الفلسفي لقيام، يعني هو شرح لك هنا، خد بالك احيانا هذه الكلمة توهم، هي معنى قديم بذاته، لانه الفلاسفة بيقولوا العالم قديم، لكن ليس قديما لذاته ولكن قديم لقدم العلة. فهل إذا معنى كده العلة قديمة قدم ذات كده، هل هذا المعنى اللي بيقول المتكلمين؟ أحيانا يبقى فيه ألفاظ مشتركة بينهم زي كلمة الحدوث، إذا قالها المتكلمون يعني معناها سبق العدم، وإذا قالها الفلسفي معناها الاحتياج الى القديم، يعني احتياج المعلول الى الايه الى العلة. اذا ليس المراد بالقدم الذاتي ما قابل القدم بالغير كما يقول الفلسفي لقيام البرهان القاطع على انه لا شيء قديم بالغير، وان كل ما سوى الله تعالى وصفاته حادث. ان ده برهان قاطع، لانه لو اثبتنا قدم بالغير يبقى معناها هنعود الى كلام الفلاسفة وهنقول بقدم الايه العالم، وحيتعرض لنا الشيخ ابو حامد الغزالي حيكفرنا على طول زي ما كفر مين الفلاسفه، كفرش المعتزله الرجل كفر. وان كل ما سوى الله تعالى وصفاته حادث كما تقدم. وشوف حتى العباره دي كل ما سوى الله تعالى حادث، ما في داعي حتى يقول وصفاته. ليه؟ لانه لا يتصور الذات بدون لا وجودها بدون الصفات، ولا الصفات بدون الله، يعني معناها كل ما سوى الله معناها مفهوم، يعني الذات هو ايه وصفات. طب والافعال يا مولانا نعم فيها خلاف، هل يدخل افعال صفات الافعال فيها خلاف من اشعار وانت لو قلت بانه بصفات الافعال القديمه يبقى كده هتقع في ما وقع فيه الفلاسفه، لكن من طريق اخر. تمام. قدم الافعال مش من كل وجه، ولذلك من سبق من ناحيه العلم هي قديمه، انما من ناحيه هذه كلام الشيخ ما عشان نحب نقول يبقى وان كل ما سوى الله سبحانه ما عندهم صفه ثانيه ما ترديها، او ما لهمش دخل بالمعتزله، ده عندهم حاجه اسمها صفه التكوين، صفة ثامنة نتكلم عنها. صفات المعاني عندهم 8 من 7، عندهم صفة غير القدرة اسمها صفة التكوين، ولو قرأت في المعنى حتجد لفظا ما في تأثير في الحقيقة، لأنه ما قالوا أنه صفات الأفعال القديمة بمعنى أنه تعلقها بالقدرة، بصفة التكوين. ولما هنجي نشرحها هتفهم الكلام على وجه من اجمل ما يكون. ما عندهمش تعلق القدره نصلح القديم في حد زينا حياتي ان شاء الله قبل ان نسبق، لكن ليس كلامه مش بكلام الفلاسفه او المعتزله في اي شيء، ده كلام من اجمل ما وانت ممكن تقول بها ولا يضرك ذلك، لانه ورد ذكرها في القران الكريم. الفلاسفه قالوا بقدم العالم لقولهم بقدم الافعال قدم لغيره. لا احضر لخبط انت ما لمش دخل بالقول تلخبط من قبل ما يجي. ومعنى القدم سلب الايه الاوليه، وتكلمنا على القديم والايه
وهي ثاني يقول أزلي. وقلنا أن القديم أخص من إيه؟ من الأزلي، لأن القديم موجود لا ابتداء لوجوده، والأزلي ما لا ابتداء لوجوده وجوديا كان أو عزل. فكل قديم أزلي ولا إيه؟ ولا عكس. ويفترقان أيضا من جهة أن القديم يستحيل أن يلحقه تغير، دي مهمة جدا مرة، أو زوال، بخلاف الأزلي الذي ليس بقديم كعدم الحوادث المنقطع بوجودها، لأن وجودنا لم ينقطع إلا في عدمنا الأزلي انقطع فيما لا يزال. عندك أزلي وهو إيه؟ نفي الأولية، وما لا يزال هو إثبات الأولية. فانقطعت أعدامنا الأزلية بوجودنا فيما لا يزال. الافتراق أو التفرقة بينهما مهم، لأن القديم لا يلحقه تغير ولا زوال. القديم الذي إيه؟ الأزلي الذي ليس بقديم هو الذي يلحقه تغير وإيه؟ وزوال، بدليل إيه؟ انقطاع أعدامنا. فلو كانت أعدامنا أزلية بمعنى قديمة خلاص. ولذلك الدقة في التعريف ده أحسن، أنه خاص به بالموجود الذي لا أول أو لا ابتداء لوجوده، لأنه لو عممناها هيدخل فيها إيه؟ أعدامنا الأزلية التي انقطعت بوجودنا في إيه؟ فيما لا يزال. ما هم عبارتين، الأزل نفي الأولية، ما لا يزال إثبات الأولية. فالانقطاع كان في الأزل ولا كان فيما لا يزال؟ لأنه لو انقطع في الأزل لكنا لو صفنا وجودنا كان في الأزل، إنما انقطع في إيه؟ فيما لا يزال. سلب الأولي، إذا تعريف القدم بالنسبة لله تعالى سلب الإيه؟ سلب الأولي. ثانية دكتور، كيف يلحق الأزل العدم والتغير؟ ما قلنا لك كل قديم إيه؟ أزلي. ولا عكس، وليس كل أزلي قديم، إذا في أزلي ليس قديم، اللي هو إيه؟ أعدامنا في الأزل. لأن القديم لا يلحقه تغير ولا زوال. اما هذا الازل اللي هو عدمنا في العدم ده حادث، العدم عدمنا حادث، كيف عدمنا وجودنا اللي حادث مش عدمنا حادث؟ طب عدمنا، ما احنا كنا في الازل ايه قبل وجودنا؟ كنا عدما. فكيف تقول عدمنا حادث؟ لو كان عدمنا حادث لكان لنا وجود قبل هذا العدم. انت الان دلوقتي انت كنت ايه؟ عدم، حادث موجود، والآن موجود، بعد يومين ثلاثة حتتعدم من غير إعدام كده، يبقى حصل وجودك مسبوق بعدم وملحوق به بعدم. فليك عدم قبل العدم اللي هيجيلك ده. العدم الأولاني اسمه إيه؟ أزلي، لكن ليس قديم، لأنه لو كان قديم لا يلحقه تغير ولا زوال، يعني معناها مش حتوجد. إنما الآن عدمك انقطع وأصبحت تبدلت، بدل ما كنت عدم بقيت موجود. لحق هذا العدم الأزلي تغير وزوال اللي هو وجودك. فلو كان عدمك قديما مش هتوجد أبدا، لكنك إيه؟ وجدت. يبقى في فرق بين الأزل والقديم ولا مفيش؟ في طرف. فهمت؟ أنا فهمتش؟ إن كنت فهمت اسكت، إذا تكلمت هذا يدل على أنك لم تفهم. لا فهمت يا دكتور، ما سوى الله تعالى حادث. لا في تام، ما سوى الله تعالى حادث. بهذا اللفظ يعني مشاعر يعني معتدل المنهج. يما نخلص الإشكال ده الأول، أنت الآن اللي أنا قلته فهمته؟ فهمته. الدليل على الفهم السكوت، أما إذا تكلمت يبقى معناها لم تفهم. لا في حتى نقطة ده. برضو لا كان شو صادق. بعد ذلك قدم المراد سلب الأولية، وإن شئت فقل هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود. وإن شئت، شوف وإن شئت وإن شئت، قلت كم حاجة. أول شيء القدم معناه سلب الأولية، صح كده؟ يعني نفي الأولية. وإن شئت فقل سلب العدم السابق، وإن شئت فقل عدم افتتاح الوجود، يعني الوجود معناها ملوش بداية ملوش افتتاح، يعني الوجود مفتتح بدون افتتاح. واضح ولا ما واضحش؟ العبارات الثلاثة معناها واحد، هذا هو معنى أو هذا في معنى القديم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الوجودية. يعني على حد قول ما تدل
أحسن ألف مرة المعتزلة من الجهل اللي بيتكلم من الجهل. المعتزلة ما كانش عندهم قنوات فضائية ولا تلفزيون، كانوا علماء بس زي ما تقول ايه حصل صراع ومش عارف ايه، واعتمدوا اعتماد على العقل، ضلوا من هذا انه جعلوا الاعتماد كله جعل العقل مطلق. اما اللي قاعد في التلفزيون ده معتمد على ايه ده؟ المعتزلة كلام المعتزلة كلام له خطورة، لكن بنوه على ايه؟ على اطلاق العقل. يعني اصلا ما يعني هم اراء يعني المعتزلة اصلا لا خلينا بعيد عنها. ماشي، هذه هي القاعدة اللي قلنا لك عليها، ما ورد متى ورد اسم في الكتاب والسنة جاز اطلاقه على الله تعالى. خلاص كده يبقى التقدم القدم معناه ايه؟ نوعا مطلق بلا ابتداء، كتقدمه تعالى ذاتا وصفات على الحوادث كلها في جانب الماضي، وتقدم مقيد بغاية اللي هو تقدم بعض الحوادث على بعضها، وهذا يظهر في خمسة انواع التقدم. يعني عشان نخلص، تقدم بالعلة والمعلول كحركة الاصبع على الخاتم، في تقدم ولا مش تقدم؟ ايه المعتبر في الذهن؟ لو انت في خاتم في اصبعك تحركت الاصبع فتحرك ايه؟ الخاتم. هنا ما فيش تقدم زماني، انما في تقدم ايه؟ ذاتي. ايه المعتبر في الاول، حركة الاصبع ولا حركة الخاتم؟ لان حركة الخاتم تابعة لحركة الاصبع، فيقال ان حركة الاصبع متقدمة على حركة الخاتم ذاتا وليس ايه؟ وليس زمانا، لانه الحركة واحدة. النوع الثاني التقدم بالذات، في تقدم علة ومعلول زي حركة الأصبع على الايه؟ الخاتم. النوع الثاني التقدم الذاتي، تقدم الواحد على الاثنين. طيب ايه الفرق بين الاول والثاني؟ انه الاول علة ومعلول، يعني الاول علة في الايه؟ في الثاني. اما التقدم الذاتي يتقدم الواحد على الاثنين دون ان يكون ايه؟ الاول ده الا في الثاني، لانه يوجد الواحد، يوجد الواحد ولا توجد الاثنين، مش كده؟ ده التقدم هو بذاته، واحد قبل الاثنين قبل الثلاثة، لكن مش مرتبط وجود الواحد بوجود الايه؟ الاثنين، متقدم ايه؟ ذاته، يسموه تقدم ثاني اسمه ايه؟ بالطبع. وفي تقدم بالشرف كتقدم ابي بكر على عمر، وفي تقدم بالرتبة كتقدم الجنس على النوع، في تقدم بالمكان كتقدم الإمام على المأمون. إذا أنواع التقدم كام؟ خمسة. إيه المعنى المراد بالنسبة للقديم؟ التقدم المطلق ده، يعني معناه تقدمه على الأشياء تعالى، أهو معنى تقدمه بلا ابتداء كتقدمه. التقدم نوعان، تقدم مطلق وتقدم مقيد بغاية. المقيد بغاية ده خمس أنواع. أما المطلق هو التقدم بلا ابتداء كتقدمه تعالى ذاتا وصفات على الأشياء على المخلوقات، هذه أنواع التقدم كلها. ويطلق في كلمة تاني غير القديم، انتو خدت قديم وخدت ايه؟ حادث. في كلمة يسموها ايه؟ العتيق. مش كده؟ ايه المراد بكلمة العتيق؟ يقولك وليطوفوا بالبيت العتيق، مش كده؟ ويقولك على الازهر ده مسجد عتيق، وفي بعض المساجد يقولك المساجد العتيقة. فيطلق العتيق على المتقدم زمانا، يعني اللي مدة زمنية طويلة يقولوا عليه عتيق، أو مكانا أو رتبة. يعني ممكن خلاص، والله تعالى أعطلنا عند العتيق وصلى الله